شابتر 1، هنكمل على شابتر 1 لكتشر 2، الدايمنشنال اناليسيس او التحليل باستخدام الابعاد. ايه هو الدايمنشنال اناليسيس؟ تكنيك تو تشيك ذا كوركتنس او الاكيوريسي اوف ان ايكويشن اور تو اسيست ان درايفنج ان ايكويشن. بيستخدم الدايمنشنال اناليسيس لاختبار صحه المعادلات الفيزيائيه او لاشتقاق المعادلات الفيزيائية. قاعدة بتقول لي both sides of equation must have the same dimension، ان طرفي المعادلة الصحيحة لابد ان يكون لهم نفس الابعاد. any relationship can be correct only if the dimension of both sides of the equation are the same. يبقى عشان اعرف المعادلة correct ولا not correct لازم اختبر ابعاد الطرفين للمعادلة. لو الطرف الأيسر له نفس أبعاد الطرف الأيمن بنقول إن المعادلة أو الإيكويشن كوركت، لو الأبعاد مختلفة يبقى الإيكويشن نوت كوركت أو إن كوركت. هل الدايمنشنال أناليسيس ممكن يعطيني نيوميريكال فاكتور أو قيم للثوابت الموجودة في المعادلات؟ طبعا الدايمنشنال أناليسيس لا يعطيني قيم للثوابت الموجودة في المعادلات. لو خدنا إكزامبل جالي إيكويشن واللي given the equation x equal 1 by 2 a t تربيع، وبيديني الديفينيشن ان الاكس الديسبيسمنت، الاي الاكسلريشن، التي عباره عن التايم. عشان اعمل تشيك للمعادله بعوض عن الدايمنشن لكل طرف. الطرف الايسر اللي هو الاكس، الاكس عباره عن ايه؟ عباره عن ديستانت، مسافه. عوضت عن ابعاد المسافه، اي طول عندي ابعاده ال. طيب الثوابت dimensionless يعني ليس لها أبعاد. بروح للطرف الأيمن الجزء الثاني الـ A الـ acceleration، عوضت عن أبعاد الـ acceleration L by square T أو L على T تربيع، مضروبة في T تربيع أبعاد الزمن T. لكن لما لاقي الزمن في المعادلة مربع لازم أربع أيضا الأبعاد، أختصر البسط مع المقام، تي تربيع من البسط وتي تربيع من المقام. يتبقى لي الليفت هاند سايد للمعادلة يطلع لي الأبعاد بتاعتها L، الرايت هاند سايد أو الطرف الأيمن أيضا الأبعاد L. يبقى إذن the equation is dimensionally correct أو المعادلة صحيحة باستخدام الأبعاد. مثال آخر، by using the dimensional equation، يقول لي باستخدام معادلة الأبعاد يعني باستخدام الدايمنشنال أناليسيس، شو if the following is correct or not، وضح لي أو اثبت المعادلة المعطاة أمامنا f dot d equal half mv square. طبعا لازم يعرف لي في السؤال إن ال f هي الفورس، ال d distance، ال m الماس، ال v السبيد أو الفلوستي. لو خدنا أول طرف اللي هو ال left hand side الطرف الأيسر للمعادلة ال f dot d، ال f الفرصة عبارة عن ايه؟ بكتب relation m by a من نيوتن سكند لو أو من قانون نيوتن الثاني، كتلة في التسارع، كتلة في التسارع في المسافة، بعوض بأبعاد الكتلة m، أبعاد التسارع l على t تربيع، أبعاد المسافة l. طبعا بجري العمليات الحسابية لو في ضرب او في اسمه، بلاقي عندي ال m ما في m تتضرب فيها، l dot l يبقى l square على t square. يبقى كده حسبنا ابعاد الطرف الايسر. نتنقل لابعاد الطرف الايمن او ال right hand side اللي هو نص m في تربيع. زي ما شرحنا قبل كده ان اي ثابت ليس له، اللي هي الثوابت ليس له dimension، ال m ابعاد الكتلة M capital، ال V L by T. لكن لقيت السرعة مربعة أو ال V تربيع لازم أربع أبعاد السرعة. بعد كده أفك القوس يبقى M L تربيع على T تربيع. لو نظرت لأبعاد الطرف الأيسر وأبعاد الطرف الأيمن بلاقي الاتنين متشابهين تماما، يبقى then the equation is correct أو المعادلة صحيحة باستخدام الأبعاد. ممكن يجيني سؤال write the dimensional unit of the following equation، او اكتب ابعاد الكميات، الاريا
الاريا عبارة عن ايه؟ عبارة عن طول في طول، ال في ال، او طول في عرض. اذا الابعاد للاريا ال سكوير او ال تربيع. الفوليوم طول في عرض في ارتفاع. لو خدنا اي مثال بسيط لحساب الحجم ال دوت ال دوت ال، اذا ابعاد الفوليوم او الحجم ال كيوبيك ال. الدنسيتي الكثافة، الكثافة عبارة عن ماس بير فوليوم، او الماس قسمة الفوليوم. اذا ابعاد كتلة على ابعاد حجم. ممكن اكتب الابعاد بصورة تانية اللي هي ML minus 3. الفلوستي السرعة، الفلوستي عبارة عن A displacement per time، او ازاحة على الفترة الزمنية. ابعاد اي مسافة او ازاحة L على T، ممكن تكتب الابعاد LT minus 1. لو خدنا مثال اخر، ممكن يجي لي السؤال بشكل مختلف، مش شرط يقول لي check the accuracy of the equation او شوف المعادلة correct ولا not correct. ممكن يجي لي سؤال write the dimensional unit of the following quantities، اكتب ابعاد الكميات الاتية. لو جالي قال لي اكتب ابعاد الاريا، انا مش حافظ الاريا ابعادها اللي تربيع، ارجع لقانون مساحة اي شيء. لو خدنا مساحة المربع مثلا، الضلاف نفسه L في L، يبقى بضرب أبعاد طول في أبعاد طول يديني L سكوير اللي هي أبعاد المساحة، وهكذا. الفوليوم أبعاد الفوليوم اللي تكعيب أو كيوبيك L. روح لحجم أي مجسم وليكن المكعب، طول في عرض في ارتفاع، هلاقي L دوت L دوت L يعني كيوبيك L أو L تكعيب. لو جاب لي بعض الكميات الفيزيائية وقال لي اشتق الأبعاد ليها، من أهم الكميات الفيزيائية اللي نتعامل معها اللي هي الدنسيتي أو الكثافة. الكثافة عبارة عن إيه؟ إزاي بحسب الكثافة؟ الماس بير يونت فوليوم، أو الكتلة الكلية على الحجم الكلي. إذا أبعاد كتلة M كابيتال على أبعاد حجم اللي أنا لسه مشتقها اللي هو كيوبيك L. ممكن نكتب الأبعاد مش شرط في صورة بسط ومقام، لا، نطلع ال L تكعيب من المقام الى البسط، نغير اشارة الاسين، ممكن تكتب ML minus 3. الفلوستي او السرعة displacement per time، ازاحة على الزمن. الازاحة عبارة عن طول، يبقى L by ابعاد time اللي هو T، او تكتب LT سالب 1. طبعا displacement الازاحة عارفين ان هي طول، يبقى اي وحدة او اي طول عبارة عن ابعاده بالL capital.